حسين فهمي كان بيدن في مالطا وحط قواعد، وبقالنا 3 شهور بنتكلم فيها، وقال اللي مش عاجبه ما يحضرش، ولو ده مش هيلتزم بالدريس كود. متأكد يا فنان؟ طبعا امال، ويانا يا هما. والحقيقة طلع هما وهما قوي كمان، ولا كان في دريس كود ولا غيره، او بالنسبة لهم ده الدريس كود. الله، يعني هيكونوا فاهمين غلط يعني ولا ايه؟ ما هو حسين فهمي ما وضحش بالظبط هو عايز ايه في التصميم بتاعه، فهم اجتهدوا وكتر خيرهم على المجهود. ولا ايه يا جماعة؟ واحنا هنيجي عليهم ولا ايه؟ رانيا يوسف راحت عليها خلاص، والناس قالت ولا اطلالة من اطلالتك يا رانيا يا يوسف. رانيا بدأتها وسابتها لهم مخدرة، هما بقى بصراحة عوضوا غيابها الحقيقي. والمهرجان كان برعاية لا للبطانة، كم وكم لا، علشان برضو يكونوا ماسكين العصاية من النص. ما تيجوا نعرف مين الفنانات أصحاب الإطلالات دي. أنا آية يونس، هعلق لكم كل التفاصيل في الفيديو ده. ضربوا بتعليمات حسين فهمي عرض الحائط، دريس كود طبعا امال، هنلتزم هنلتزم، اصبر بس. حب زي ما انتم شايفين كده. رانيا يوسف، رانيا يوسف مين دي؟ دول عدوا رانيا يوسف بمراحل، هو انت بتتكلم في ايه؟ اللي جوزها بيغير عليها وقال لها بلاش المكشوف من مناطق معينة، وطبعا الكلام ده عدى ولا لمحته. بس الحقيقة هي مسكت العصاية من النص، الفستان كان مكشوف خالص، وكتر خيرها للبطانة برضو. عرفتوها صح؟ هبة السيسي طبعا. رانيا يوسف وحجتها عرفناها، البطانة اترفعت ومحدش نبهها. الله، اما هبة بقى نزلت المهرجان من غير بطانة خالص، واتفاجئت من شكل الفستان. تخيلوا، قالت ان الاضاءة هي السبب. هي الاضاءة مستقصدة الفنانات ولا ايه؟ هبة قالت ان في فرق ما بين اضاءة البروفا واضاءة المهرجان، وهي برضو يا جماعة ما هي معذورة، ما هو لو جوزها كان شاف غير كده ما كانش وافق انها تنزل باللبس ده. طبعا اطلالة هبة كانت من تصميم سامو هاجرس، اللي الدنيا قامت عليه وما قعدتش خالص. هبة قالت لما قاسيته في البروفا ما كانش كده خالص، خاصة ان لون البطانة نفس لون بشرتها، وانها مظلومة واتاخدت في الرجلين يا عيني، ومش قصدها تتحدى حسين فهمي ولا حاجة زي ما الكل ما كان بيقول. دي قالت كمان انها قدوة للجمهور في لبسها والكل بيحبها. اما الفنانة دينا اللي هي طول عمرها ترند بتصريح لبسها المخالف، بس ما تفاجئناش من اطلالتها في المهرجان لان مش غريب عليها، لكن الغريب ان السن بان عليها قوي، ده كلها 2 سنين يا جماعة وتقفل 60. دينا كانت لابسة فستان طل بيلمع شفاف وقصير حبتين، خطفت به الانظار. مش بس كده، ده قالوا انه مصنوع من خيوط الفضة، وده اللي قاله الفنان صبري فواز، ان دينا بتلبس فستان من التل المصري، وهو نوع من نسيج من خيوط الفضة متوارث من ايام الفراعنة وتوارثته الاجيال، وخلاص هيختفي. اما بقى مرهان حسين فستانها كان ببطانة برضو. يا جماعة البطانة فضي يعني شفافة شوية، مش حوار يعني. الحقيقة انها كانت مغطية رجل ورجل لا، وقالوا انها ظهرت بلوك شبه السندريلا في خلي بالك من زوزو. اما بقى سلمى ابو ضيف فظهرت على راسها ريشة، ايوة هي معروفة دايما باطلالاتها الغريبة والجريئة في نفس الوقت. ظهرت بقى المرة دي لابسة فستان اسود، عظيم قوي يا فنانة. استنى، ما هو كان عظيم برضو، ما هو على موضة الكب والمكشوف من الجنب، بس الحق يتقال بالنسبة للباقيين هو محتشم حبتين. اما بقى امينة خليل فطلت بالابيض، غطت جزء من كم وكم لا خالص، اهي تبقى رادة حسين فهمي برضو، بس الفستان كان مكشوف من عند رجلين بطريقة جريئة حبتين. الحقيقة ان في ناس كتير هتشوف ان ده عادي ومش جريء، برضه هو كل واحد حر يلبس اللي يعجبه وياكل برضه اللي يعجبه، لكن في ضوابط كده وحاجات لو خرجت عن المألوف محدش بيوافق عليها، ولا انتوا ايه رأيكم؟ ما تشاركونا في التعليقات.